السلام عليكم. اليوم راح ناخذ المحاضرات، اول اربع محاضرات ان شاء الله نكملهن. ناخذ اول محاضره هي مالت عن ماده نظم تشغيل. اول محاضره نجي على السلايد هذا، يقول لك هنا يعني هاي انترودكشن، يعني مجرد بدايات على الاو اس وشغلات بديهيه كلها تعرفوها، اعتقد اغلبها تعرفوها انتم. مثلا يقول لك اي برنامج يريد يشتغل بالاو اس وين لازم يتحمل؟ يتحمل بالميموري، مو صحيح؟ لازم يتحمل بالميموري، وقت تنفيذه كله يكون وين؟ بالميموري، يعني وقت التنفيذ مالته يكون بالميموري، صح؟ هو ينفذ السي بي يو، اوكي، بس وقت التنفيذ مالته طول وقت التشغيل، خلينا نقول مثلا انا فاتح الزوم، فاتح هذا البي دي اف فيور مثلا، او تمام؟ هذا من فاتحه اني، طول وقت التشغيل هو وين موجود؟ موجود بالميموري، الميموري شنو اقصد بها؟ الرام يعني. فطول الوقت مال التشغيل وين موجود؟ برا. زين، هذا اذا ما دام مشتغل هو فيطلب يجوز انبوت، يطلب يسوي اوتبوت يجوز. فما دام هو متنفذ فعنده امكانيه شلون نقول انه يتعامل ويا برنتر مثلا اوتبوت، اوكي، او شنو يطلب مثلا ادخال معين انبوت، تمام؟ مثلا شغلت برنامج قاعد اعطيني اسمك يطلب انبوت ادخال، شغلت برنامج طبع لي مثلا طبع لي اسمي او طبع لي فت اوراق معينه بالطابعه او whatever. يعني القصد انه شنو؟ البرنامج اللي انشغل هو بالميموري، واكيد يتنفذ عن طريق يعني العمليه يتعامل ويا السي بي يو، يتنفذ زين السي بي يو يعني شلون ينفذ الاوامر اللي يريدها، وبوقت التنفيذ طول وقت التنفيذ هو يكون بالرام اقصد بالميموري، وشنو بعد؟ يكون يتعامل ويا برنتر مثلا او ديسبلاي او تبر. اوكي تمام، بس المايك حبابين سدوا. تمام، فطبعا اكيد البرنامج وين مخزون؟ مخزون يكون بالهارد اول شيء، وانه ينتقل للميموري للرام. زين، هسه نجي على شنو هو الاوبريتنج سيستم، يعني شنو هو الاو اس؟ احنا ببساطه هسه الاوبريتنج سيستم هو شنو هو؟ هو بروجرام، مثل ما قلنا. اوكي، البروجرام وين ينتقل وقت التشغيل كله؟ وقت التشغيل مالته بالرام. هاي خلوها قاعده، اي بروجرام بالكون بالحاسبه يشتغل وقت التنفيذ، طول وقت التنفيذ هو وين؟ بالرام او بالميموري، نفس الشيء. اقول ميموري اقول رام هو نفس الشيء. زين، اللي الاو اس شنو؟ الاو اس هو برنامج بوقت التنفيذ، اوكي. زين، شنو بعد؟ شنو يسوي؟ هذا يكون حلقه وصل بين من؟ يكون حلقه وصل بين اليوزر اللي هو اليوزر المستخدم اللي هو اني، ويكون بين منه؟ ويكون بين الهاردوير. يعني شلون؟ يعني شايفين هسه هاي الواجهه مثلا هنا اكو هذا امر طباعه، تشوفوه هنا هذا امر طباعه تشوفوه، هذا الطباع هي هسه هذا بروجرام مثلا، يعني الاو اس ايش يوفر لي؟ انتبهوا، يوفر لي هاي الجي او اي، هذا اليوزر الجي او اي، واقول له طباعه، من اقول له طباعه تعامل وياه، انت تتعامل ويا هاردوير، يعني يوفر لي واجهه لليوزر عن طريقها اقدر اتعامل وياه من ويا الهاردوير. فهمتون شلون؟ فهو يكون وسيط بين اليوزر والهاردوير، اوكي؟ يكون وسيط بين اليوزر والهاردوير. شنو يوفر لليوزر؟ يوفر له جي او اي عن طريق هاي الجي او اي، هو شنو هو اليوزر يقدر يتحكم بالبرنامج، تمام؟ يطبع الى غير ذلك، تمام اخوان؟ زين، هسه شنو الاهداف اللي يعني اللي يريدهن الاو اس؟ اوبريتنج سيستم جولز، شنو الاهداف اللي يريدهن؟ يقول لك انه ينفذ البرامج مثل ما قلنا هسه، ولازم ينفذ البرنامج بصوره صحيحه، وين اكيد تنفيذ البرنامج ينخزن بالميموري وهاي التفاصيل، زين؟ ويقول لك ويسوي حلول للبرامج، يعني للبروبلم العفو، بصوره اسهل، يعني اذا اكو مشاكل يحاول يحلها بصوره اسهل. هسه ينفذ البرنامج هو، ينفذه، اذا اكو مشاكل بالبرنامج يحلها باسهل صوره، اسهل صوره، اوكي؟ تمام. هسه بعد شنو؟ يقول لك لازم يكون النظام التشغيل او الحاسبه، خلينا نقول نقدر نتعامل وياها بسهوله، يعني يخلينا نتعامل، يعني انت اذا ماكو او اس، تخيل اذا ما او اذا ماكو ويندوز مثلا،
اذا اكو ام اس دوس، تخيل ايش قد عمليه صعبه. يعني انت تسوي فد شغله، تكتب امر، تكتب امر التنفيذ هاي الشغله، وعمليه جدا صعبه، مو سهله. يعني مو سهله انه قبل تتعامل وياها بسهوله مثل ما نتعامل هسه احنا ويا الويندوز ببساطه. انه يعني فهو امكانيه، يوفر امكانيه شنو للتعامل بصوره سهله مع السيستم. تمام. يقول لك يستخدم الهاردوير مال الكمبيوتر بصوره كفؤه. يعني شلون؟ يعني مثلا الاو اس لازم يكون، مثلا هسه انا برنامج نفذت برنامج، يعني وهذا عشان يتعامل ويا الطابعه. اوكي، من ينتهي مالت العمل ويا الطابعه، خو مو يجي واحد ثاني يقول له لا هذا يتعامل ويا طابعه، مع انه هو منتهي. لا، لما ينتهي لازم ينهي كل المهام. شلون؟ مثل ما نقول انفرزه من الميموري، حتى لما يجي غير واحد يطلب هذا الريسورس يكون متوفر. يعني مو مثلا انا سويت برنامج، هسه انا قلت سويت برنامج تمام، طلبت بي طابعه، اوكي طلب طابعه والامور طيبه زين، انا طلعت سديت البرنامج، اجى واحد ثاني قال لا والله الطابعه مشغوله هسه. زين طبعا ليش مشغوله؟ ما اعلم اني شو اسمه، اني طالع من البرنامج، ليش مشغوله؟ فهو ما يخلي هاي العمليه تصير، يخلي الهاردوير يعني بس المستخدمها صحيح، بس المستخدمها صحيح شلون ديول يتعامل وياها. يعني بس مو مال انه مثلا يجي غير واحد ويكيش وهاي، لا، يعني باختصار يتعامل بصوره اسهل مع الهاردوير، ومثلا راح يتعامل ويا الهاردوير من كمل من عنده يسوي فري هذا الهاردوير او الريسورس. من اقول هاردوير او ريسورس نفس الشيء، فهمتون اخوان؟ فهاي ببساطة يعني. زين هسه نجي شنو بعد؟ نجي المكونات شنو؟ الكمبيوتر سيستم مكوناته شنو؟ عندنا أربع شغلات، الهاردوير، قلنا الهاردوير اللي هي الانبوت اوتبوت الميموري السي بي يو، يعني البيسكس، اوكي؟ اللي هي الأساسيات، المكونات المادية الأساسية مثل ما نقول. الأوبريتنج سيستم، هو الأوبريتنج سيستم شو يعني شنو هو؟ هو قلنا انه يعني برنامج وقت التنفيذ، ويكون هو شنو؟ يكون يتعامل، يخلي اليوزر يتعامل مع الهاردوير ويتواجه اليوزر وبقيه التفاصيل، فهمتوني شلون؟ زين الابلكيشن بروجرامز، الابلكيشن بروجرامز شنو هي؟ هي هاي البرامج اللي هي تتنصب وين؟ على الاو اس، فهمتوني شلون؟ اللي هي البرامج المنصبه وين؟ على البروسيس، على عفوا الاو اس، مثلا الوورد، الاكسل، الكود بلوكس، اي شيء، فهمتوني؟ هي هاي الابلكيشن. مثلا انت عندك ابلكيشن مال انترنت براوزر اللي هو جوجل كروم، غير ذلك يسموهم برامج. هاي برامج وين منصبه؟ منصبه على الويندوز اللي هو الاو اس، تمام؟ اليوزرز شنو يعني؟ اللي هو المستخدمين لهذا النظام، لهذا الاو اس، تمام؟ او يعني مستخدمين هذا الكمبيوتر سيستم، اللابتوب مثلا، المستخدمين هو شنو؟ هو يتعاملون يامن ويا الابلكيشن عن طريق شنو؟ عن طريق الاوبريتنج سيستم. يعني انا اذا ما عندي اوبريتنج سيستم ما اقدر اشغل الابلكيشن اكيد، تمام؟ فهاي باختصار هذا يعطيك فد شلون تقولون فد مخطط. يقول لك يوزر 1، يوزر 2، يعني يوزر 3 لحد يوزر ان، اوكي؟ كل واحد فاتح شنو؟ فاتح فد بروجرام، اوكي؟ وسيستم ابلكيشن بروجرام، هذا يعني هذا السيستم. شوف الفيصل بين الهاردوير وبين اليوزر، من هو؟ الاوبريتنج سيستم، تفهمون شلون؟ هذا طبعا برامج قلت لكم وين يشتغلون؟ وين؟ على الاو اس، اوكي؟ لان برامج اللي هي الوورد وغيرها وين يشتغلون؟ على الاو اس. والاو اس يربطهم بمن؟ بالهاردوير. الاو اس صار الفاصل بين اليوزر اي صار بين اليوزر والهاردوير، اوكي؟ بس لان خلوهم شنو؟ اخباركم. فهي هسه الكومبوننت الاساسيه، هاي الرسم مالتها اربعه شانل، يوزر وابلكيشن، واضح عندكم المؤشر؟ ويوزر وابلكيشن وشنو؟ واوبريتنج سيستم وهاردوير. هسه نجي الاو اس، شوف كم تعريف صاعدنا للاو اس، تشوفون هسه انا يقول لك الاو اس از ا ريسورس الوكيتر، يعني شنو؟ هو يوزع او يعطي الريسورسز. ليش؟ صحيح قلنا هو بيكون شنو؟ يكون فاصل بين اليوزر والهاردوير، الهاردوير يقصد بها الريسورس،
تمام. فهو اكيد هو الاو اس هو اللي ينطي الريسورس للعمليه المنفذه وين؟ من قبل اليوزر، فهو يعطيها الريسورس المعين. تمام، فيقول لك مانج الريسورس، يعني شنو؟ يدير كل، يسوي اداره لكل الهاردوير الموجوده. اوكي، يسوي اداره لكل الهاردوير الموجوده، و اكيد تكون الاداره يعني لما يكون اداره تكون شنو؟ بصوره كفوه مثل ما قلنا قبل شويه. زين، هسه الاو اس اس كنترول بروجرام، يقول لك هو يعني من اس كنترول بروجرام انه هو متحكم بالبرامج او يتحكم بالبرامج المنفذه عنده. اوكي زين، يقول لك ينفذ البرامج، كون بس هو على فكره مو بس ينفذ البرنامج، كون ينفذ البرامج بدون اي خطا. يعني يقول لك ينفذ البرامج بدون اي خطا، تمام، على وين؟ على الكمبيوتر. تمام، ف اسال هنا اكو سؤال، طبعا عندكم سؤال عشان تسالوني. طيب هسه نجي وين؟ نجي للكمبيوتر ستارت اب. انتبهوا، انت ما تدوس هاي الدقمه مال الستارت اب، يعني انا احكي لك حكي ليش مو نفس، يعني مرات اكو حكي اصلا مو نفس المحاضره، ليش؟ حتى تفتهم شلون تكتب، اعطيك اياه اشرح لي مثلا او هيك شيء. زين، الستارت اب شنو؟ الستارت اب شنو؟ هذا يعني من ادوس الدقمه مال الحاسبه مال اللابتوب واشغل اللابتوب، ايش يصير؟ انتبهوا ايش يصير؟ الحقيقه ايش يصير هو؟ من دا ادوس الدقمه، اول شيء يجيني فد شيء اسمه بايوس. اوكي، فد شيء اسمه بايوس، هذا البايوس وين مخزون؟ مخزون بالروم، مخزون بالروم. جيد، هذا يتحمل البايوس، بعد هالبايوس يجي يشوف يحمل الكيرنل مال نظام التشغيل اللي يريده. فهمتوني؟ الكيرنل مال نظام التشغيل، طبعا البايوس اللي فيها الفريم وير. اوكي، اقصد بايوس. فهمتوني اخوان؟ اللي هو يكون بين الهاردوير والسوفتوير. تمام، السوفتوير اللي يقصد بيه الاو اس، والهاردوير اللي يقصد بيه شنو؟ المكونات الماديه، يعني اي شيء، رام وغيره. زين، فهسه انتبهوا، اول ما ندوس الدقمه يتحمل البايوس، اوكي؟ من الروم. النوب شنو؟ النوب يحمل نواه التشغيل اللي موجوده وين؟ نواه التشغيل، انتبه، الموجوده بالهارد اللي هي بالاو اس. فهمتوني؟ موجوده وين؟ بالاو اس. يجي يحمل الاو اس من الهارد، يحمله وين؟ للرام. تمام اخوان، انتبه، يعني الاو اس، لكن الاو اس وين مخزون؟ مو تقول له بالرام، خطا. الاو اس لا، اذا طبت هسه على ملفات السي تلقاه هو الاو اس موجود، مو صحيح؟ منتبهين انتم اكيد تلقون بروجرام فايلز، وذني اذا مخزونات مو بالهارد ما يطلع عن هنا، أنا مو صح؟ يطلع لك بغير مكان تقدر تشوفهم، بس هن وين مخزونات؟ بالهارد. ولذلك ما دام هن بالهارد، انت شنو؟ انت تشوفهن من هذا المكان. زين، هسه اوكي، هسه شغلنا البرنامج، تحمل الفريم وير وين؟ من البايوس، من الروم العفو، والنوب دوره ايش حمل؟ حمل نواه نظام التشغيل الكيرنل اللي هي وين موجوده؟ بالهاردوير، ونقلها للرام، وبعدها بدات عمليه الاقلاع، وتنفذ الاو اس واشتغل، ونقدر ننفذ عليه بقيه البرامج. اوكي، طبعا وفر له بيئه متكامله انه حتى يشتغل الاو اس. هاي يسموها البوست تراب، يعني شنو؟ شلون نقول التشغيل او البوت اب، ايش اسميها؟ اسميها باوع شكل لك، يقول لك از لودد ات ا باور اب، يعني شنو؟ من دوس دقمه او الريبورت ريبوت عفوا، شنو يعني؟ يعني من تسوي ريستارت. اوكي، فاكيد من تسوي ريستارت هي معناها شنو؟ معناها طفيتها وشغلتها، مو صحيح؟ واذا تقول له باور اب معناه انه انت استوك شغلتها. باش يقول لك؟ يقول لك loads operating system kernel and start execution. يلودها، انتبه، مثل ما قلت لكم اني loads operating system kernel، وين يلودها؟ يلودها يخليها برا. وياي هاي بس خلوها ببالكم. تمام، هسه نجي على الكمبيوتر سيستم organization. نجي على الكمبيوتر سيستم organization، يقول لك one or more CPU، يعني شنو؟ اكيد انتم يمكن ما شايفين اكو حاسبات، اكو حاسبات يعني هي حاسبه بها دبل سي بي يو، يعني هي مذر بورد كامله بها دبل سي بي يو. هاي خلوها ببالكم، يعني هسه لا اقدر اراويكم اياها بالنفس او تشيكون بالنفس. وياي
بس لحظة. أراويكم إن شلون راح تكون. بقى أخوان هسه أراويكم إياها بس لحظة. بس شوفون أخوان. هاي بقى كم سي بي يو بيها تشوفون مكان ما سي بي يو. فأكو أكو حاسبات مذر بورد بيهن دبل سي بي يو. أوكي؟ فمثل هاي. أوكي؟ يكون بيها شنو؟ يكون بيها دبل سي بي يو. فهو هذا دا قصده أني. هذا دا قصده. فيقول لك one or more سي بي يو. أكيد أكيد ست وان سي بي يو. ليش؟ لازم أكو حاسبة بيها سي بي يو لازم. بس ممكن أكثر؟ إي ممكن أكثر. ماكو مشكلة. فعندنا حاسبات يكون مال السيرفر والحاسبات القوية يستخدمون بهن دبل سي بي يو. أوكي؟ الديفايس كنترولر. وياي؟ هذا شنو الديفايس كنترولر؟ كل ديفايس، كل ديفايس او كل ريسورس او كل هاردوير بالحاسبه هذا له كنترولر. شنو الكنترولر؟ هذا يخلي مثلا شلون نقول هو اكو ديفايس اكو عليه كنترولر، هذا يخليه يتعامل، يتخلي هذا الديفايس يتعامل مع الريسورس الاخرى او مع البرامج الاخرى عن طريق شنو؟ عن طريق هذا الكنترولر، عن طريق هذا الكنترولر. وياي؟ طبعا اكيد اي 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 سي بي يو اي صباح حسنا لو انتبهون انتم، هذا الديسك اكو ديسك كنترولر، لاني الانبوت كلهن اكو يو اس بي كنترولر، جرافيكس اكو جرافيكس الادابتر كنترولر، فهمتون شلون؟ كل ديفايس هو له كنترولر، يعني ما حتى من اجي اتعامل ويا الديسك انا ما اجي اتعامل مباشره الا عن طريق شنو؟ عن طريق كنترولر، فهمتون شلون؟ يعني افتهمها ببساطه يا اخوان، انه كل هاردوير ما يقدر يتعامل بكيفه الا اكو شيء اسمه كنترولر او المتحكم مال هذا، يلا هو يخليه يتحكم يسوي باسز ينقل الى غير ذلك. اوكي؟ يقول لك هنا أنا يعني اعتقد صارت واضحه عندكم تنفيذ عمليات تكون وين؟ اكيد من السي بي يو وغير ذلك. هسه نجي الفانكشنز اوف سي بي يو او عفوا او اس اوبريتنج سيستم. شنو الفانكشن الاساسيه؟ راح نحكي هنا نقطف مقدمة عليهن وهناك نتوسع بيهن يعني بالسلايدات اللاحقة. يقول لك الميموري مانجمنت. الميموري مانجمنت يعني شنو؟ يعني أني أعطي الذاكرة أو الميموري أقصديها الرام يعني بالمناسبة. الميموري مانجمنت يقول له مثلا أني أعطي الميموري للبرنامج الفلاني وآخذها منه مني يخلص. يعني أكيد مثلا حجز أنا الميموري مالتي لنفرض واحد جيجا، اجى برنامج حجز نص جيجا. اوكي، اجى حجز نص جيجا، ماكو مشكله، حجز النص كمل. اكيد من كمل طلعت عمليه البروسيس صارت اند، هل من المعقول انه انا اخلي الرام بيها نص جيجا؟ ليش اخليها؟ لا، لازم شنو من يكمل شنو؟ انا اعطيتها اياه، يعني اعطيتها اياه الميموري وخلص، اعطيتها اياه من اخذها طلبها. زين، من خلص منها لازم شنو؟ اسويها فري، يعني مو معقوله انه تبقى الميموري للبرنامج هذا هو طالع اصلا. زين، البروسيسر مانجمنت. البروسيسر مانجمنت معناها شنو؟ معناها نوفر اداره للبروسيسر. شلون ناخذ سكجولينج؟ هسه ناخذ المحاضره 7 و8. يعني شنو؟ يعني البروسيسر راح تكون له جدوله خاصه به، البروسيسر تدخل له عمليات مو بكيفه، يعني تدخل له حسب جدوله معينه. ينفذ هاي العملية يعني يكون ينفذها، أكيد ينفذها بصورة صحيحة وينهيها بصورة صحيحة. أوكي؟ ولا غير ذلك. نجي من بعدين طبعا، بس أعطيكم في المقدمة حتى خاف تجيبكم وعددهم باختصار، هذا الشرح الاختصار لهم. الديفايس مانجمنت نفس الحكي مال الميموري تقريبا. إجا برنامج أخذ شنو؟ أخذ ديفايس معين، مثلا أخذ الانبوت. تمام، انا وفرت له الريسورس الانبوت، لازم اوفر له. ليش؟ لان الاو اس تذكرون قبل شويه ذكرته، هو شنو؟ هو ريسورس الوكيتر، هو يوفر شنو؟ يوفر الريسورس. جيد، يعني هسه من اجل ديفايس اقول له هو الاو اس هو اصلا ريسورس الوكيتر، فاذا يعطاك الريسورس. جيد، من يعطاك الريسورس وراها شنو؟ يسوي له فري مثل ما حكينا بالميموري. لان مو معقول انا اعطيك لك الانبوت وأظل منتظرك تسوي مثلا جات الانبوت اعطيتك اياها لك وانا اظل انتظرك
هذول البقيه كلهم يعني مثلا انت اخذت الانبوت وهذول منتظرين كلهم للبروسس البقيه، لا لازم انت من تكمل تطير غيرك وهكذا اسوي مانجمنت المن للديفايسز وياي. مثلا هسه انا ما داي سبرنت وياي، بس ما داي سبرنت اذا اكو غير برنامج يريد البرنت مو يقول لي لا والله هذا حسين منتظر البرنت مالته مطيه اياه انا، لا خطا ما يصير هيك. لازم هو شنو اذا انا دا اطبع اوكي ماكو مشكله، يقول لا مشغول بالطباعه، بس انا اذا ما تسوي شيء هسه انا دا اطبع صح هو البرنامج يوفر الطباعه بس انا ما دا اطبع اصلا، فيعني شنو ما احتاج الطباعه حاليا، فهو يقدر يطيها شنو يطيها الغير برنامج. الفايل مانجمنت هنا يوفر شنو؟ يوفر امكانيه شلون نقول انشاء فايل، حذف فايل، تعديل فايل، زين كل التعاملات مع الفايل، انه شلون ينقله، شلون يسوي كوبي بيست بالفايل، كل العمليات اللي تكون داخل الفايل، تقدر تفتح تكست فايل، نوت باد، شفت العمليات كلها اللي تصير هنا هاي التعامل مع الفايل، يعني شنو يجيب بالك مع عمليه تعديل حذف صح بصوره عامه الفايل تقدر تحذفه تنقله تفتحه تسده عمليات بدنا كلها يصير على الفايل. السكيورتي سكيورتي اكيد انا سويت هسه بدني اوكي سويت ميموري سويت هاي زين. السكيورتي كلش مهم. السكيورتي اكو شقين للسكيورتي. شنو الشقين للسكيورتي؟ مرات اليوزر هو ما يعرف ايش جاي يسوي ويسوي مشاكل وياي، فلازم احمي البرنامج مالتي من الاشخاص اللي ما يعرفون يستخدمون الحاسبه احميه. هاي وحده لوخ شنو؟ وحده لوخ شنو؟ مفروض اني احمي البرنامج او السوفت وير مالتي الاو اس من شنو؟ من الاشخاص لا اللي هم متعمدين التاكتر اللي هم مهاجمين، خلينا نقول عليه المتعمدين هم يسووا لي مشكله. هسه حميتهم من شغلتي يعني اللي هم ما يدرون يعني عن طريق الخطا يعني ما يقصد هو، ولا واكون متعمدين فلازم احميهم، احمي من دول الاثنين. كنترول اوفر سيستم بيرفورمنس هاي شنو؟ يقول لك لازم الاداء مال السوفت وير يكون شنو؟ افضل. يعني انظم برامج تدخل اسوي لها مثلا جدوله، تدرون انتم الجدوله مال البروسيسر هي شنو؟ هي شنو الفيلم اليوم؟ زين؟ الجدوله مال البروسيسر هي تخلي شنو؟ تخلي السيستم يشتغل بافضل اداء. يعني ينفذ عمليات لها سبقيه، عمليات اللي شلون نقول المهمه وهكذا، ناخذهم بعدين يعني ما ادوقكم بيهم. زين جوب اكاونتنج اللي هي شنو هي؟ اللي هي عمليات يعني ايش قد ينفذهن وشنو صارت المشاكل، يعني مجرد يسوي اكاونتنج او يعني حساب لهن او جمع. اوكي طبعا هو هذا الجوب اكاونتنج مرتبط بمن؟ مرتبط بالبيرفورمانس. يعني تنتبه انت البيرفورمانس كل ما يكون العمليات اكثر انتاجيه تمام يكون البيرفورمانس عالي. يعني وين هذا النظام ينفذ مثلا 10 ثروبوت طبعا هي اسمها يعني لا تذكروها، مثلا هذا البرنامج ينفذ لي 10 عمليات بالثانيه، هذا البرنامج ينفذ لي عمليتين بالثانيه، من الافضل؟ 10 اكيد، كل ما يكون الثروبوت عالي كل ما يكون افضل. زين الايرور ديتكتنج يعني شنو؟ يكتشف الاخطاء اللي تصير، يكتشف الاخطاء يعني شنو؟ يعني مثلا هذا البرنامج به خطا، يعطيك رساله لازم تنتبهين انتم هنا برنامج اكو مشاكل فيها قبل يطلع لك رساله، او السوفت وير شو يسوي مرات اذا برنامج مثلا دخل لوب شو يسوي؟ يشوف اكو برنامج دخل لوب فشو يسوي الاو اس؟ يسده، او يقول لك مثلا هذا البرنامج صارت فيه مشكله او يسدك، كان منتبهين انتم يعطيكم هواي رسائل انه شلون تتعامل وياها. زين هنا أنا يعطيك شنو؟ التعامل بين اليوزر والسوفت وير، اكيد التعامل اللي هي شنو يوفر لكم؟ حكيناها قبل شويه، يوفر لكم الجي يو اي الخاصه باليوزر وتابعه كل سوفت وير، كل سوفت وير هسه هذا سوفت وير مو صحيح؟ هذا البي دي اف فيور هو سوفت وير. شنو موفر لي؟ موفر لي شنو؟ موفر لي جي يو اي اتعامل عن طريقها ويا شنو؟ ويا هذا السوفت وير، مثلا هنا طباعه عندي، هنا اكو ايميل يجوز او مسج، هنا زوم ان زوم اوت
اب داون، يعني كل التفاصيل. هو مفرد هاي الجي يو اي حتى شنو سوري حتى شنو اتعامل ويا هذا السوفت وير. جيد، هسه ناخذ الاركتكتشر مالت الكمبيوتر سيستم. كمبيوتر سيستم شنو اقصد بها؟ انتبهوا اخوان، يعني ميزوا بين الاو اس وبين الكمبيوتر سيستم. الكمبيوتر سيستم اقصد بها يعني اللي حاسبه بصوره عامه، يعني هاي الحاسبه هسه اللابتوب مالتك انت الفاتحها تتفاوض بها، هي يسموها كمبيوتر سيستم. الاو اس المشتغل نظام التشغيل الويندوز، خلينا نقول ببساطه الويندوز هو الاو اس، هذا ويندوز 10 هو الاو اس. ميز كمبيوتر سيستم هي الحاسبه كلها اللابتوب. الويندوز 10 النصبه انت او ويندوز 7 هو او اوبن تو هو شنو هو هذا شنو الاو اس. اوكي هو هذا الاو اس، بس خليه هنا ببالك. يعني جيد، هسه يقول لك most system use a single general purpose processor. يقول لك اغلب السيستم، شوف شو يقول لك السيستم، يعني شنو اقصد بها السيستم؟ ده اقصد الحاسبه. يقول لك اغلب الحاسبات خلينا نقول عندها single general purpose processor، يعني شنو اغلب الحاسبات او اغلب الكمبيوتر سيستم حتى تكون واضحه عندك عندها بروسيسور واحد، اغلبها مو كلها، ما قال كلها، قال most ما قال all. ليش؟ لان قبل شوي رويتكم صوره اني اذا تتذكرون، وين هالصوره؟ رويتكم هاي الصوره، هاي حاسبه ايش قد بيها؟ بيها تو بروسيسور، فهمتون شلون؟ فيعني خلي ببالك مو الاول. ليش؟ لان اكو حاسبات فيها تو بروسيسور مثل ما قلت لكم. يعني فيقول لك اذا دار لك سؤال اول، لا التاكيد تكون تعرف انه مو كلهن. بالمناسبه الجوجل عفوا الزوم قال لي بقى 10 دقائق وخلص، فاذا خلص ادخل على نفس الرابط مره اخرى. المهم يقول لي شنو الموست سيستم يوز سنجل جنرال بيربس. صحيح، موست سيستم هاب سبيشال بيربس. بقى انت هسه نجي على شنو دي اقصد. يعني يقول لك اكو شنو، اكو حاسبات بيها بروسيسور واحد، بس اكو حاسبات وياي، اكو حاسبات تستخدم اكثر من بروسيسور. ليش؟ لان احنا ندري اذا بروسيسور هو شنو، اذا صارت بروسيسور واحد شنو معناها؟ معناها اداء واحد. اذا صارت دبل بروسيسور صار اداء في جد في اثنين. ليش صار في اثنين؟ يعني صار مكان ما واحد يشتغل قاموا اثنين يشتغلون مثل ما نقول. فهذا احنا ما نتعامل بيه، يعني ما حاسبه دبل بروسيسور قليل ما اشوف. ليش؟ لان يشتغلون بها بس السيرفرات وهاي، طبعا هي موجوده يعني هواي، بس يعني انت قليل شايفها. ليش؟ لان اغلب اللي شايفه من الطلاب او يعني تعاملهم شلون تقول يعني ما يتعامل هواي ويا الحاسبه او ما يريد اداء كلش قوي من الحاسبه. المهم هسه نجي فد شيء اسمه مالتي بروسيسور سيستم. مالتي بروسيسور سيستم، انتبه شنو اقصد مالتي بروسيسور سيستم. هنا أنا يعني بيها كانما اكثر من بروسيسور، انتبه لي. يسموه شنو هذا؟ يسموه البارالل سيستم. يعني شنو؟ مالتي بروسيسور او بارالل سيستم نفس الشيء، يعني نفس التسميه. زين، الادفانتج مال مالتي بروسيسور، هسه انا قلت لك قبل شويه، قلت لك اذا عندي تو بروسيسور راح يوفر لي امكانيه شنو؟ الانتاجيه تصير عليه، السرعه تصير عليه، الى غير ذلك. فيقول لك الانتاجيه شو تصير؟ يعني الثروبوت، الثروبوت شنو قبل شويه قلت لكم اياها؟ انه عدد البروسيسورات، عدد عفوا شنو الثروبوت، عدد العمليات او البروسيسز اللي تتنفذ خلال وحده معينه. مثلا اقول لك خلال دقيقه قاعد تنفذت، تقول لي والله هاي الحاسبه نفذت 10 بروسيسر، 10 بروسيسز عفوا. زين، اذا كانت بها مثلا 2 بروسيسر، يقول لي والله نفذت 5، نفذت عفوا 20، في 2 صارت. ليش؟ لان مكان ما واحد ينفذ 10 صاروا 2 قاعد ينفذون 20. فهمتوني؟ اكيد صار شنو؟ صار ايكونومي اوف سكيل، صار اكيد انه شلون نقول حجم اقتصادي، يعني صار او كبر اقتصادي او هيك، يعني انت شلون؟ خليني اسهل لك اياها. هذا من ناحيه البروسيسز، يعني انتبهوا اكيد لما تجيب حاسبات او تجيب حاسبه فيها تو بروسيسر راح تكون شنو؟ توفر لك عمل، يعني حاسبه واحده توفر لك عمل ايش قد حاسب، يعني يجوز وياي. ليش؟ لان هي حاسبه صار فيها شنو؟ تو بروسيسر، فهمتوني؟ وصار حجمها صغير. وين ما اجيب مثلا 5 حاسبات او 4 حاسبات اجيب، انا اقدر شنو؟ اقدر اسوي شنو؟ اسوي حاسبتين، كل حاسبه تو بروسيسر، فهمتوني شلون؟ يعني وهكذا. يعني او اجيب حاسبه بها 4 بروسيسرات،
مو كان ما احط اربع حاسبة احط حاسبة واحدة وهكذا. زين راح تكون شنو الوثوقية راح تكون شنو عالية. ليش؟ يعني ما راح تكون فشل، ما راح يتعرض للفشل، ما راح تتعرض لك فشل. شلون يعني؟ اكيد اكو مثلا خلينا نفرض برامج او تريدينهن شلون تقول تطلب تتطلب شنو؟ تتطلب هاردوير او تتطلب شلون نقول يعني ريكوايرمنت عالي، متطلبات مال تشغيل فرد برنامج معين عالي. فهنا أنا شنو؟ هذا يوفر لك شنو؟ يوفر لك انه تشغيل بوثوقيه، اي برنامج يشتغل وماكو اي مشكله، ماكو ايرورات تحصل لك، ولا يكون فشل بهذا شو اسمه بهذا النظام. جاي هسه المالتي بروسيسر اكو بي تو تايب، اسيمتريك اسيمتريك. تمام، اسيمتريك شنو؟ يقول لك الاسيمتريك مالتي بروسيسنج، انتبه، يقول لك هنا كل شنو كل بروسيسر كل بروسيسر يقول لك هو يشتغل بتاسك معين. يعني نفرض عندي تو بروسيسر وعندي تو تاسك، كل بروسيسر يلتهي بتاسك معينه ينفذ هاي التاسك، فهمتوني شلون؟ وخلص ما عليه، ينفذ هاي التاسك وخلص صار ايدل. يعني افرض هو خل اعطيكم في المثال، عندي تو بروسيسر عندي اوكي، وعندي تو بروسيسز، يعني عندي معالجين وعندي عمليتين. لنفرض عمليه تنفذ بثانيه وعمليه تنفذ بدقيقه، انتبهوا شويه، ابو الثانيه نفذها بثانيه وانتهى وصار ايدل. يعني انتبه، اكبر مشكله هي البروسيسر يصير ايدل، اكبر مشكله اللي هي دائما احنا نخليه شنو بزي لازم وياي. فكمل العمليه مالته الاولى وصار ايدل، ظل لي بروسيسر واحد يشتغل عمليه دقيقه كامله. فلا هل هذا منطقي؟ هذا بي شو اسمه؟ لا طبعا، يعني احنا ما سوينا شيء، بروسيسر نفذ بثانيه وبروسيسر الثاني شنو؟ ظل منتهي بدقيقه معينه. واحد شو يقول؟ يقول لا اخو كل بروسيس كلهم يشتغل على ملتي تاسك. يعني شنو؟ يعني هذا بروسيسر كمل هاي ينتقل لمن؟ للثانيه. شلون نقول يعاون صديقه او يعاون البروسيسر الثاني؟ فهمتوني ليش؟ لان هو هذا اللي نريده احنا، مو صحيح؟ هي هاي الغايه من ملتي بروسيسر، مو صح؟ انا مو جايب لي واحد ثانيه وواحد دقيقه، ابو الثانيه كمل وخلاص صار ايدل وراح ينتظر الثاني يكمل، لا. فنجي على النوع الثاني سيمتريك. ايش بروسيسر؟ ها يقول لك كل واحد يشتغل على كل التاسكات. يعني نرجع على مثالنا السابق، ابو الثانيه وبالدقيقه، ابو الثانيه كمل يروح منه يروح يعاون ابو الدقيقه، مو كان ما دقيقه كامله شيء يصير نص دقيقه التنفيذ مالتهم، فهمتوني شلون؟ قبل شنو كنا نفذ هذا الثانيه مالته وراح او ظل ايدل، ظل ينتظر ابو السيمتريك، اسيمتريك اسيمتريك، دا اعطي نفس المثال على الاسيمتريك، اسيمتريك عندي اني تو بروسيسر تو بروسيسز، عمليتين معالجين، ابو المعالج الاول نفذ عمليه بام الثانيه وانتهى صار ايدل. الثاني شنو؟ الثاني ظل ينفذ دقيقه كامله ينفذ البروسيس وكمل، اوكي. صار ايدل واحد منهم والثاني انشغل هواي تاخر. بالسيمتريك يقول لك لا، اذا كانت تو بروسيسز وتو بروسيسر، يقول لك هذا الاول اكمل الثانيه يروح يعاون صديقه، مو كان ما دقيقه يسووها شقد؟ نص دقيقه. فاكيد هسه الافضل من هو الافضل بالانتاجيه؟ السيمتريك، مو صح؟ هسه هذا خلال هذا الكلام من يكون السيمتريك، وعرفتوا ليش. طبعا مثل ما قلت لكم شباب انه اذا عندكم اي سؤال تقدرون تسوون ريز هاند او كبر تسالون. بالمناسبه يعني نشرح هذا السلايد، انتبهوا شويه. هسه عندي هذا سي بي يو 0 سي بي يو 1 سي بي يو 2. يعني شنو هنا؟ انتبهوا، بعد يحكي علي من يحكي على سيمتريك، انتبهوا على السيمتريك. وياي اجى هنا السي بي يو 1 سي بي يو 1 العفو 0 اشتغل ويا الميموري، يعني كل واحد معزول، كل سي بي يو هو وريجستراته وكاش مالته وبقيه التفاصيل، فهمتوني شلون؟ كل سي بي يو هو شغلاته كلها. يعني شنو؟ سي بي يو معزول، كل يعني فهمتوني شلون؟ مثل ما ذكرتكم اياها قبل شويه، حاصله بها دبل سي بي يو. فلان كلهم يتعاملون ويا من يتعاملون ويا ميموري وحده وياي، وبالتالي شنو؟ ينفذون. زين من يقدر يتخيل لي اذا كان اسيمتريك؟ اسيمتريك راح شنو؟ راح يجي يظل معزول، كل واحد يتعامل ويا بروسيس معينه. اوكي؟
هسه للدبل كور نتوقف اخوان، انتهى بالمناسبه راح اوقف الشنو يعني. انا 100 بقاله، ايش قد بقاله؟ دقيقه على ما يخلص، انا ما اقدر نشرح هذا دقيقه، بس انتهى شغله. هسه راح نسد ال 100 على ما يسيف، فالدقيقتين يعني على ما يسيف الفيديو الله تدخلون، يعني راح تدخلون قبل يمكن ما راح ينفتح عندكم، بس دقيقه انتظروا دقيقتين يعني عفوا جوز ثلاثه بس على ما يسيف الفيديو. تمام، تحياتي لكم، نكمل الفيديو الجاي.